كان بيسألني من شوية بخصوص الواتساب كونفيجريشن على البيج. انا قلتها في الفيديو اللي فات بس معلش انا هرجع اقولها تاني. حضرتك لو عايز تربط البيج بتاعتك بالواتساب هو لازم يبقى الواتساب بتاعك واتساب بيزنس مش واتساب عادي. بتسطب ابلكيشن واتساب بيزنس عندك على الموبايل، وبعديها بتخش في السيتنج بتاعت البيج، بتلاقي عندك على الشمال في حاجة اسمها واتساب، بتدوس عليها بتحط رقم الواتساب بتاعك، بيبعت لك اس ام اس او بيبعت لك كود على الواتساب. الكود ده بتاخده تحطه في التاب بتاعت السيتنج بتاعت الواتساب، وبعد كده بيتربط عادي. لو لا قدر الله حضرتك ما عرفتش تعملها ابعت لنا بس على الواتساب بتاعنا، الواتساب بتاع الشركة اللي هو 012-04-02-45، وانا ساعد حضرتك فيها عناية ليك، مفيش مشكلة خالص. طيب عقبال ما الناس تبدأ تجمع وترجع وان شاء الله اللايف خلاص بقى مظبوط، ان شاء الله الدنيا مش هتقطع تاني. خلينا كده ندردش في موضوع عقبال ما الناس تبدأ تتجمع واللي عنده أي سؤال بخصوص السوشيال ميديا يسألنا. يعني الشركات أو الفريلانس اللي بتتكلم وبتعمل بوستس على الفيس وإعلانات سبونسر وتقول إعلانك على الفيسبوك طوال الشهر 500 جنيه، نفسي أسأل حد سؤال واحد بس، إزاي؟ يعني فهمني إزاي؟ فهمني الإعلان ده طبيعته إيه؟ الحال يعني خلينا، انا برضه انا اتكلمت في فيديو قبل كده بقول خلينا انا قبل كده اتكلمت في فيديو وقلت ان اعلانات الفيس احنا عندنا 11 طريقه بعمل بيهم الاعلان بتاعي، 11 طريقه. طيب ال 11 طريقه دول انهي طريقه منهم بقى اللي انت هتعمل فيهم الاعلان ب 500 جنيه؟ يعني ارجوك فهمني، يعني اشحال اصلا الفيسبوك يعني بقى شبه حاطط تسعيره، يعني كان ناقص يحط التسعيره فعلا. ازاي انت بتقول الاعلان ب 500 جنيه؟ انا مش فاهم. على فكره اعلان المسجز، يعني احنا لو ما بنتكلم في متوسط لاعلان المسجز احنا بنتكلم في متوسط 25 دولار في اليوم، يوم ما تنزل هتعمله ال 10 دولار، وده طبعا لو انت المنتج بتاعك حاجه يعني حلوه وحاجه عليها اقبال، او سعر عقار او عقار بسعر رخيص. يعني انا مثلا لسه عامل اعلان ما بقالوش كام يوم لشركه المجد للتسويق العقاري، الاعلان ما شاء الله عليه كان الاعلان الممول كله 3.5 3500 جنيه. الاعلان مدته 10 ايام كان جايب يعني لحد اللحظه دي جايب 359 رساله، وسعر الرساله واقف 0.09، مع العلم ان ده اعلان ريال استيت، ولكن هي ريال استيت فيعني ليها يعني مش في العاصمه الاداريه، مش في كومباوند، مش هو عقارات في حدائق حلوان. فليها تارجت اودينس معينه، ليها اودينس معينه، ليها ناسها بالبلدي كده، ليها ناس. فكان الاعلان الطريقه اللي اتعملت بيه والسامبل او الكاتشب او الاي كاتش اللي انا حطيته في الفيديو في البوست اللي احنا عملناه هو ده اللي شد الزبون للاعلان يعني. ولكن هي مش قاعده، يعني هي مش قاعده، يعني احنا لو بنتكلم ان انا هعمل اعلان ب 100 دولار مثلا، يعني على سبيل المثال هصرف في اليوم 10 دولار على 10 ايام، ده سعر متوسط، ما ينفعش في كل المجالات بس ده سعر انا شايفه كويس ومتوسط، لكن 500 جنيه ازاي يعني؟ فهمني يعني انت بتعمل اعلان 500 جنيه ازاي؟ نفسي حد يفهمني السؤال ده. تعال نبدا نشوف الاسئله بتاعتك يا باشا. انا عندي واتساب للاعمال يعني بيزنس، بدخل على الصفحه بلاقي الانستجرام بس. طيب بص يا استاذ محمود، هقول لك على حل ممكن يمشي معاك حلو قوي. خش كاريت اعلان واتساب، كاريت اعلان اكنك هتعمل اعلان مسجز واتساب، جميل كده. لغايه ما تيجي عند الخطوه بتاعت الواتساب هيقول لك دخل الرقم، المهم هتكونكت وهتدخل الرقم وهتكمل عادي خالص اكنك بتعمل الاعلان. واول لما تيجي لاخر خطوه ما تعملش كونفيرم على الاعلان ووقفه وامسح الاعلان خالص، ما تخليهوش يشتغل. بس في نص الخطوه في وسط الخطوات هيقول لك ان انت هتعمل كونكت للواتساب بالصفحه بتاعتك، فهيزود لك ساعتها التاب بتاعت الواتساب عندك في البيج. جرب الحل ده وانا واثق ان هو هيشتغل معاك ان شاء الله. ازاي نجيب عملاء طب حضرتك شغال في مجال ايه؟ طيب يا استاذ عبد الرحمن فهمني، قول لي حضرتك شغال في مجال ايه وايه مشكلتك وعايز تجيب عملاء في ايه الكارير بتاعك، وانا والله هساعدك بجد. وكمان انا كنت هأجر الصفحة بمعنى اني بعمل بوستات مولة، فقط دلوقتي اخدت بكلامكم كل يوم بعمل بوستين. ماشي، اهم حاجة يبقى يا استاذ محمود فوزي، اهم حاجة الكونتنت، اهم حاجة الكونتنت. يعني مش
يعني مش تعمل بوستين وخلاص، يعني اهم حاجه الديزاين بتاع البوست والكونتنت، يعني البوست يبقى هادف. تمام، لو موضوع بوستين في اليوم ده تقيل عليك، يعني زي ما قلت لك انزل بواحد الصبح وواحد بالليل، يعني مش البوستين يبقوا قريبين من بعض، واحد 8 الصبح واحد 10 بالليل، واحد 11 او 12 الصبح واحد يبقى 10 11 بالليل. لو الموضوع هيدك بالنسبه لك، احنا شخصيا كشركه ايجي كونكت ما بننزلش بوستين في اليوم، يعني احنا كبرنا بننزل بوست واحد كل يوم. فلو علشان بس تدي البوست حقه اشتغل بوست على مدار كل يوم، خلي البوست بينزل الساعه 10 11 الصبح 12، ده ميعاد كويس جدا. اكتب لي رقمك اخده كوبي عندي عشان اكلمك واتساب. حاضر هبعته لك، حاضر هبعت لك الرقم اللي حضرتك بتتواصل معانا عليه واتساب، هبعته لك في ريبلاي في كومنت دلوقتي. انا كده بعته لحضرتك يا استاذ محمود فوزي. طيب انا عايز اطلب من الناس طلب، يا ريت قبل ما نبدا نتكلم وقبل ما نخش في مواضيع ونجاوب على اسئله كتير، ممكن استاذنكم نعمل شير للبوست دون علشان ناس كتير تخش معانا وناس كتير تتفاعل معانا، واللي عنده اسئله يسالها وناس كتير تستفيد، او حتى اللي هيتفرج بس من غير ما يسال نلاقي ناس كتير تستفيد من الفيديو دون. يا ريت هستاذنكم كل واحد شايفنا في الفيديو دلوقتي يعمل شير للبوست عشان نبدا نخش في المهم، وانا كمان هعمل شير دلوقتي. يلا بينا، مين عنده سؤال عن السوشيال ميديا؟ وبجد برضو نفسي حد يجاوبني على سؤالي ابو 500 جنيه ده. ولو في عملاء اتعاملت مع الشركات دي يعني يا ريت حد يقول لي، يعني يقول لي الدنيا بتمشي عام ازاي، يعني اتمنى والله ان حد فعلا يجاوب على السؤال بتاعي ده. الناس اللي بتنزل اعلانات، اعمل اعلان طول الشهر ب 500 جنيه، يا جدعان ما فيش حاجه ب 500 جنيه دلوقتي، ما فيش الكلام ده، الكلام ده مش موجود والله. 500 جنيه ازاي بس؟ مش فاهم. طيب الموضوع ده مضايقني قوي بصراحه، يعني محدش يزعل مني بس هو الموضوع مضايقني. طيب استاذ خالد، لو سمحت، مجال سوفت وير محتاج اوصل الخدمه لاكبر عدد من العملاء والشرائح المستهدفه. استاذ خالد، مجال سوفت وير يعني حضرتك بتعمل ايه؟ السوفت وير ده كتير قوي، يعني انا مثلا بعمل سيستم للشركات ولا سيستمز للمطاعم ولا موبايل ابس ولا ويب سايت، سوفت وير اللي هو ايه؟ يعني يا ريت تقول لي توضح لي اكتر عشان اقدر افيد حضرتك. عموما خلينا هبدا اجاوبك على السؤال تدريجيا لغايه بس ما اشوف ريبلاي من حضرتك او كومنت تشرح لي سوفت وير اللي هو ايه. بس لو هنفترض جدلا ان انا بعمل سيستمز للشركات، ده موضوع امره سهل جدا. لو حضرتك بتعمل سيستمز للمطاعم برضو ده موضوع امره سهل جدا. بس انا محتاج اعرف ايه هو سوفت وير، وعايز اعرف برضو، انا عارف ان اي حاجه في البروجرامنج او السوفت وير ملهاش فيكسد برايس، ده من عشر المستحيلات، وانا فاهم ده، انا راجل مبرمج 16 سنه فانا فاهم ان مفيش حاجه اسمها فيكسد برايس في البروجرامنج. بس عايز اقول ان من واقع الخبره بقينا عارفين افريج الاسعار، فانا عايز اسالك يا مستر خالد، انت ايه افريج الاسعار بتاعتك؟ يعني افريج الاسعار بتاعه حضرتك بتتباع من كام الى كام عشان اقول لك برده الفئه المستهدفه بتاعتك تجيبها ازاي. فعايزين نعرف انت الاسعار بتاعتك ايه. ويب سايتس اند موبايل اب وي ار بي. طيب جميل قوي. خلينا بقى ناخدها حته حته. الويب سايت ده يعني انت زينا، ما احنا بنعمل ويب سايت وموبايل اب برضو نفس القصه واي ار بي. طيب الويب سايت انت بتشتغل ازاي؟ يعني انت بتشتغل ويب سايت تمبلتس ولا بتشتغل ووردبريس ولا 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 فروم سكراتش ولا نيتيف ولا لارافيل ولا كود اجنايتور، بتشتغل ازاي؟ والموبايل اب نفس القصه، انت بتشتغل هايبرد يعني ولا بتشتغل نيتيف، بتبني الموبايل اب فروم سكراتش؟ دي نقطه مهمه جدا. وخلينا متفقين ان انا عشان اوصل لاكبر عدد عملاء زي ما حضرتك كاتب كده في الكومنت، فانا لازم اصرف ماركتنج، لازم اعمل ماركتنج، لازم توصل خدمتك للعميل ان هو يفهمها بسرعه. يعني على سبيل المثال ممكن يتعمل فيديو موشن يتقال فيه لو عايز تبقى صاحب ابلكيشن زي اوبر وكريم، حابب تبقى عندك ابلكيشن زي فلان وعلان، عندك فكره مشروع وعايز تنفذها، المهم يعني ايا كان، فممكن القصه دي تتلخص في فيديو موشن بطريقه شيقه جدا. بعد كده الفيديو موشن ده بقى يتمول، بس الاهم من تمويل الفيديو موشن اللي هي ستيب 1، لازم تبقى انت مجهز سابقه اعمالك. عميل الويب سايت او عميل السوفت وير عموما دايما بيسال عن سابقه اعمالك، انت عملت ايه الشركات قبل كده. فلو انت عامل اوريدي موبايل ابس قبل كده، لازم تبقى مجهز لينك او مجهز بيج حاطط فيها لينكات بتاعه سابقه اعمالك كويب سايت او بتاعه سابقه اعمالك
موبايل ابس. طب هتقول لي ممكن العميل يكون خد الويب سايت وما جددش الهوستنج فالموقع مش شغال، ماشي، ما انت خلي عندك ليه باك اب وخلي دايما في حاجات بتاعتك انت رافعها عندك. لو عندي محلات موبايلات في كذا مدينة وحابب اعمل ماركتنج، البلان هتكون ايه؟ هو انا اكيد مش هقول لك البلان كاملة دلوقتي لان ده موضوع هيطول شرحه، بس خليني ادي لحضرتك هنت. يعني عندك محلات موبايلات في كذا مدينة، كذا مدينة ده هم يعني داخل القاهرة ولا خارج القاهرة؟ دي حاجة. الحاجة التانية مبدئيا كده، ما دام احنا بنتكلم في برودكتس، انت بتتكلم في ستور، فالموضوع ده ممكن نبدأ ازاي؟ اقول لك رقم واحد، ستارت اب، احنا ممكن نعمل ويب سايت نحط عليه فيه البرودكتس بتاعتك. البرودكتس دي لازم تتصور فوتو سيشن محترمة، لازم تعرف يعني ان كان الهيدفونز، الموبايلز، ايه الكلام ده كله، لازم تصور فوتو سيشنز محترمة وتبدأ البرودكتس دي تنزل على الويب سايت. طب هتقول لي ليه اعمل ويب سايت؟ طب ما انا احطهم على صفحة الفيسبوك على طول. هقول لحضرتك، انت دلوقتي عايز تعمل الاوردرز منين، يعني عايز تجمع الاوردرز منين؟ ميزه الويب سايت ان انت ممكن نعمل فيه اي بي اي بيمنت اونلاين والناس تدفع لك اونلاين على طول، مش كاش اون ديليفري بس. الحاجه الثانيه ان ممكن حد يخش على الويب سايت يبقى عايز يقلب في كذا منتج ويعمل مقارنه ما بين موبايل وموبايل، او يعمل مقارنه كومبيرد ما بين مثلا سماعه معينه وسماعه معينه، او جراب معين وجراب معين، وعايز يشوف الاثنين قدام عينه. الموضوع ده شويه بيبقى صعب على الفيسبوك. انا شايف ان افضل بلان، تعالى نكتبه، لو حضرتك معاك ورقه وقلم ممكن تكتب ورايا. رقم واحد، يتعمل ويب سايت يتحط فيه كل الكاتيجوريز اللي حضرتك شغال فيها، ان كان الموبايلز، الاكسسوارز، الشواحن، الكلام ده كله. رقم اتنين، البرودكتس بتاعت حضرتك دي لازم تتصور فوتو سيشن محترمه، جميل. رقم ثلاثة، الصور دي تبدا تترفع على الواتس، على الويب سايت بتاع حضرتك بشكل كويس. رقم أربعة، نبدأ يتعمل نفس الداتا اللي محطوطة على الويب سايت بتاعنا دي هتبدأ تتحط في كتالوج على صفحة الفيسبوك بتاعتنا، ونبدأ ننزل البرودكتس بتاعتنا كلها ونتبع السياسة اللي أنا اتكلمت فيها في الفيديو اللي قبل اللي فات، اللي هو فكرة إن احنا محتاجين ننزل كل يوم بوست، خاصة إنك بتبيع منتج فلازم تبدأ تروج للمنتجات بتاعتك دي، فهتبدأ تتعامل مع صفحة إن احنا هننزل كل يوم بوستس أورجانيك عن البرودكتس اللي حضرتك بتبيعها في المحلات، ولازم تبقى موفر. طالما ان انت في اكتر من مكان لازم تبقى موفر خدمة الشحن، يعني لازم العميل اللي يتكلم يطلب البرودكت انت تتعامل مع شركة شحن وايه وتشحنه له. رقم اربعة، الاعلان الاسبونسر. الاعلان الاسبونسر في الحالة دي هيبقى عندنا حلين. الحل الاول، اما ان انا اعمله ترافيك عشان خاطر اجيب الناس على الويب سايت، يعني الناس هتشوف البرودكتس بتاعتي على صفحة الفيسبوك، هتكليك عليها هتروح على الويب سايت بتاعي، هتبدا تشوف المنتجات اللي هو داس عليها، ويبدا يقارن ما بين منتجات تانية، واللي يختاره يعمل اد تو كارت ويبدا يتفاعل معاك ويبدا يعمل اوردر، ان كان هيعمل البيمنت كاش اون ديليفري ولا بالفيزا. الحل الثاني، ان الاعلان يتعمل مسجز، ده في حاله لو انت مش هتعمل ويب سايت خالص ومش هتحط عليه البرودكتس. وانا يعني في الحاله بتاعت حضرتك انا افضل ان الويب سايت بتاعك لازم يبقى موجود، هو الاونلاين ستور بتاعك. في مواقع كتير، في مواقع بتوفر المقارنات دي، ما عادي احنا ممكن نعمل لك موقع فروم سكراتش، ايه المشكله؟ ما احنا ممكن نعمل ويب سايت فروم سكراتش، البرودكت في العلب بتاعتها اصورها ازاي وليه. طب ليه دي؟ علشان العين بتاكل قبل الجيب، دي كده خلاص احنا متفقين. يعني ليه؟ علشان العين بتاكل قبل الجيب، هي موجوده في علب فانت مش هينفع تفتح العلب، ده امرها سهل. البرودكتس دي كلها موجوده اونلاين وسهل جدا ان انت تجيب الصور بتاعتها من الشركه الام. بص، انت الماركتنج بتاعك او الماركتنج بلان بتاعتك هتمشي بنفس الواي بتاعت سوق دوت كوم، مع طبعا فرق الحجم بتاع الشركه سوق دوت كوم، بس هي نفس الواي بالظبط. انت محتاج ان انت تكولكت حاجتين، تعمل سيلينج وتكولكت داتا. تعمل سيلينج ده عشان الناس تخش تشتري وتدفع فلوس وتاخد المنتج بتاعها. تكولكت داتا علشان انت كل ما بتكبر، كل ما بتكولكت الداتا بتاعتك، كل ما بتقدر بعد كده لما تعمل عروض وتعمل اوفرز تبعت للداتا بتاعتك دي اعلانات فور فري، وليكن على الواتساب او حتى على الفيسبوك. احنا بنستخدمها في حاجه اسمها اللوك لايك اودينس، ان انا بقول للفيسبوك خد الداتا دي هات لي زيها، او خد الداتا دي الناس دي المهتمه بالبرودكتس اللي انا كنت ببيعها او اللي انا ببيعها وتفاعلوا معايا قبل كده، انا عايز الناس بقى اللي عندهم نفس الاهتمامات بتاعه الناس اللي هم ضنوا معايا بيع قبل كده. فازاي مش مهم؟ لا هو مهم جدا طبعا. يعني تكلفه عمل موبايل اب تقريبا رينج كفلوس كام؟ صدقني 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 من جنيه المليون. بص، اي استاذ محمد ياسين، اي ويب سايت او موبايل اب في الدنيا ملوش ستارت اب واند كوست. ليه؟
لان هو بيبقى على حسب الطلبات وحسب انا هعمله ازاي. يعني على سبيل المثال خلينا نتكلم شويه في حته الموبايل ابس دي عشان في ناس كتير ما تعرفهاش. الموبايل اب هنفترض جدلا ان انا عملته لك ببلاش، شوف بقى ببلاش مش بفلوس خالص. في مشكله تانية في ناس كتير ما بتاخدش بالها منها ان كانت في الويب سايت او في الموبايل اب، ايه هي؟ ايه الهوستنج؟ الهوستنج دون انا عندي على يعني انا هبدا ادي معلومات شويه معلومات تكنيكال كده للناس اللي حابه تعرفها. انا عندي حوالي 13 او 14 بيلدينج في العالم كله هم اللي متقسم عليهم الورلد وايد ويب. البيلدينج الواحد دون بيتقسم لحاجه اسمها داتا سنتر. الداتا سنتر دي بتبقى عباره عن غرفه متقسم فيها سيرفرات. السيرفر الواحد ده بيطلق عليه حاجه اسمها ديديكيتد سيرفر. الديديكيتد سيرفر ده بيتقسم لحاجه اسمها في بي اس، والفي بي اس بيتقسم للريسيلرز، والريسيلرز بيتقسم لكلاود وشيرد هوست. ايه الكلام العجيب اللي انت بتقوله ده يا عم باسم؟ خلينا اشرح لك الفكره كلها. تفتكر ان موقع بيخش عليه 100 يوزر في اليوم زي موقع بيخش عليه 1000 يوزر في اليوم، زي موقع بيخش عليه 10000 يوزر في اليوم، زي موقع بيخش عليه 500000 يوزر في اليوم؟ تفتكر ان الموضوع ثابت؟ مستحيل مستحيل. ما كانش حد غلب، كان زمان الناس كلها بقت نجيب سويرس. كان زمان الناس كلها بقت معاها ملايين. الموضوع للاسف الشديد متقسم. يعني ايه؟ يعني دلوقتي عندي مثلا شيرد هوست اللي هو بيتراوح سعره على مستوى الشركات كلها، حتى على مستوى شركات العالم، ما بين 1000 جنيه ما بين 2000 3000 جنيه 800 جنيه، ده افريج السعر. الشيرد هوست ده اصلا مبدئيا ما بيستحملش اكتر من 700 ل 800 زائر في اليوم، ده اقصى حاجه، ده اقصى ما عنده. بعد كده بنطلع على حاجه اسمها الكلاود. الكلاود هوست ده اللي هو بيتراوح سعره ما بين الشركات كلها سواء اللوكال او العالميه ما بين 2500 3000.5 لغايه 6-7000 جنيه. ده عدد اليوزرز اللي بيستحملها في اليوم بير دي من حوالي 7 الى 8000 يوزر في اليوم الواحد. بعد كده بنطلع للفي بي اس. الفي بي اس الفي بي اس بيتراوح سعره ما بين 10-15000 لغايه حوالي 25-35000 جنيه، وده بيقدر يشيل عدد يوزرز اعلى شويه. وبعد كده الديديكيتد سيرفر. طيب في واحد يسالني سؤال، الديديكيتد سيرفر اللي عليه موقع زي موقع في الجول واليوم السابع ويلا كوره، الديديكيتد سيرفر ده ثمنه كام؟ الديديكيتد سيرفر ده ثمنه تقريبا بيتراوح من 600 من 400 ل 600 دولار في الشهر الواحد. يعني لو ضربناها في 12 شهر ضربناها في 17 او في 20، يعني انت بتتكلم رينج سعر تقريبا من 146 ل 156 الف جنيه مصري في السنه الواحده. ده ليه؟ ده علشان تقدر تجيب سيرفر يستحمل 500000 زائر في اليوم الواحد، وهكذا بقى وانت نازل. لو انا العدد ده مش هيخش لي اقل، يبقى انا مش محتاج ديديكيت سيرفر، ممكن اجيب ديديكيت سيرفر قليل هيعمل حوالي 35000 مصري في السنه، او في بي اس ممكن يعمل 15000. طب انا مش عايز في بي اس، انا عايز حته من في بي اس، فساعتها ممكن اخد في بي اس مثلا بيتراوح مساحته 1 جيجا 2 جيجا من اي شركه، ممكن يبقى سعره عامل 3000 4000 2000 جنيه ده في السنه. فهي الفكره كلها ايه الاستضافه اللي انت محتاجها، ايه الاستضافه اللي انت محتاجها للاب بتاعك. دايما قبل ما تفكر في تكلفه التنفيذ دور في تكلفه الدعم، التكنيكال سبورت، الاستضافه اللي هتشيل الاب بتاعك، الاستضافه اللي هتشيل الويب سايت بتاعك. التنفيذ بتاع الويب سايت مش هو القصه، القصه فيما بعد التنفيذ. طب انا حاطط بادجت كام للماركتنج؟ ده موضوع مهم جدا لازم تبقى انت عامل له حساب. طيب نيجي لحته الهوستنج تاني، نرجع لها. عندي دايما ايه الفرق ما بين الديسك سبيس والباندويتس؟ عشان ده سؤال انا اتسالته كتير جدا. في هنفترض جدلا ان انت معاك مساحه استضافه 1 جيجا بايت. دايما الباندويتس في اي شركه في الدنيا بيبقى 10 اضعاف مساحه الاستضافه، 10 اضعاف مساحه الاستضافه. يعني انا دلوقتي لو عندي مساحه استضافه 1 جيجا بايت بيبقى معايا الباندويتس بتاعها 10 جيجا بايت. طيب في سؤال انا اتسالته كتير قوي، في ناس بتقول لي انا باجي افتح الويب سايت بتاعي او كنت عامل اعلانات على جوجل ادورد، في وقت جيت فتحت الويب سايت بتاعي لقيت ان هو بيكتب لي باندويتس اكسيدز ليميتد. يعني ايه الكلام ده؟ طيب الكلام ده معناه ان انت معدل نقل البيانات بتاعك وقف، خلص. يعني ايه معدل نقل البيانات بتاعي خلص؟ خليني اقول لك، معدل نقل البيانات بتاعك ده خلص. يعني معدل نقل البيانات ده اللي هو بيبقى 10 اضعاف المساحه دي بتبقى حاجه عامله زي باقه الانترنت. انت دلوقتي لو مشترك في باقه انترنت على الموبايل بتاعك، فانت دلوقتي وليكن مشترك في اي باقه، الباقه دي بتدفع لها وليكن 20 جنيه 50 جنيه في الشهر. الباقه دي لو خلصت ايه اللي بيحصل؟ بتضطر تستنى الاول الشهر عشان الباقه ترجع تشتغل تاني. هي نفس الفكره بالظبط، معدل نقل البيانات غير المساحه. في شركات كتير جدا بتيجي تبيع الاستضافه تقول لك ايه،
خد تعالى خد استضافه 10 جيجا 20 جيجا 100 جيجا انليمتد. هو عموما مفيش حاجه اسمها انليمتد بس عشان نبقى متفقين. حلو طيب. وما بيقولكش معدل نقل البيانات يا باشا. اهم من مساحه الاستضافه حاجتين او ثلاث حاجات: معدل نقل البيانات والبروسيسنج على السيرفر. السيرفر ده بيستحمل بروسيسنج قد ايه، وانا دي نقطه هشرحها برضو دلوقتي، وبيشيل مع عدد ملفات قد ايه. يعني حتى لو هو مساحه كبيره ممكن يكون هو ليميتد لعدد الملفات، ومش ممكن، هو اكيد هو كل السيرفرات ليميتد لعدد الملفات، وبتختلف من سيرفر لسيرفر. طب نرجع تاني لموضوع معدل نقل البيانات او المانثلي باند ويدث عشان اشرحها في السريع كده. انت دلوقتي لو ما عندك مساحه استضافه 1 جيجا بايت، لو انت رفعت ملفات بمساحه 500 ميجا بايت، اصبح ان الفري ديسك سبيس عندك كام؟ 500 ميجا بايت. طيب لو انت مسحت ال 500 المساحه الفاضيه رجعت عندك كام؟ رجعت 1 جيجا بايت. طيب نيجي بقى للباند ويدث. انت بتبقى واخد معدل نقل بيانات شهري 10000 جيجا بايت. ال 10000 دول 10 جيجا بايت. ال 10 جيجا بايت دول لو انت رفعت ملفات بمساحه 500 ميجا بايت، اصبح المتبقي معاك كام في الشهر؟ 9.5. طب لو دخلت مساحه الملفات دي، اصبح اللي متبقي معاك كام في الشهر؟ 9. طب لو دخلت ضفت ملفات تانية بمساحه 1 جيجا بايت، افضل اللي باقي معاك كام؟ 8. طب مساحه ال1 جيجا بايت 7، وهكذا لغايه ما ال10 يخلصوا. لو ال10 خلصوا قبل يوم 1 في الشهر، الموقع هيجيب معاك باند ويدث اكسيدز ليميت. طب لو ما خلصوش هيجي من اول يوم 1 في الشهر العداد بيصفر. الكلام ده مش هنا، الكلام ده في اي شركه في اي سيرفر على مستوى العالم كله. يعني ده دي قاعده، مش مفيش سيرفر في الدنيا مفيهوش باند ويدث، مفيهوش معدل نقل بيانات. فانت دايما فكر ايه معدل نقل البيانات اللي انت محتاجه. جميل الكلام ده. طيب من ضمن الحاجات اللي بتاكل من معدل نقل البيانات برضو هي البراوزنج على السايت بتاعك، وهي دي النقطه اللي انا كنت عايز اقولها بخصوص الويب سايت والموبايل اب. البراوزنج على الويب سايت بتاعك، الناس لما بتبدا تخش على الويب سايت بتاعك، الصور اللي موجوده في الويب سايت بتاعك بتبدا تتسيف عندهم في الكاشنج، في الكاشات، فده كله بياكل من معدل نقل البيانات الشهري بتاعك. فوانت بتعمل اي ويب سايت او اي موبايل ابس، دايما فكر الاول في الهوستنج هجيبه منين، المعدل نقل البيانات هيبقى ايه. النقره الثانيه ان في حاجه اسمها البروسيسنج على السيرفرات. البروسيسنج دي وهي الاكشن اللي بيتم على السيرفر. يعني السيرفر ده بيستحمل كام اكشن في اللحظه الواحده. في سيرفرات بتبدا من 25 اكشن، 100 اكشن، 150 وهكذا. دي نقطه من ضمن الحاجات اللي بتخلي فيه فرايتي في اسعار الاستضافه. فالموضوع ده يطول شرحه، وممكن نتكلم فيه ونعمل له فيديو لايف مخصوص لوحده، بس انا حبيت اشرحه. لو الاب له علاقه بالبيع والشراء اونلاين بس في مكان معين، يعني محدود شويه، سي تو سي كاستمر تو كاستمر يعني، ولا سي تو سي ماشي. طيب طب انا عايز اجاوب على السؤال الاول، اهميه الهاشتاج على الانستجرام بالذات. بص الانستجرام قايم على الهاشتاج اصلا. يعني لو انت عايز البوست بتاعك، الصوره بتاعتك اللي انت نزلتها على الانستجرام تروح لناس والناس تشوفها، لازم تحط هاشتاج الصوره دي ليها علاقه بايه. ده هو الانستجرام، هو متبرمج اصلا قايم على الهاشتاج. يعني انت كل ما بتكتب هاشتاجنج ليه علاقه بالموضوع بتاعك، الـ الصوره بتاعتك بتبدا تروح لناس اكتر. ولو الصوره راحت لاول 10 او